الحقيقة احنا نبحث عن الأمور المتعلقة بالإنسان كالبيئة والتلوث، هذه أمور مهمة جدا بالنسبة لنا في المنسيت. لذلك نحن نحاول أن نطور من أنفسنا، نحاول أن نطور من الأنظمة المعمول فيها لدينا، نحاول أن نحاول أن نرتقي بالقوانين والأنظمة، نحاول أن نتعاون مع المؤسسات العلمية والعالمية على مستوى العالم، نحاول أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة الشباب، ومحاولة نحاول أن نبحث عن الجودة وعن النوعية قبل الكمية.